إلى أخبار الرياضة الآن، ولحساب منافسات كأس العالم الجارية بأذربيجان، تحصلت الجزائرية كيليان مور اليوم على الميدالية الذهبية في منافسة الجمباز للجهاز المتوازي لمختلف الارتفاعات بعد حصولها على تنقيط 15433 نقطة لتتصدر منصة التتويج متقدمة على الإيطالية لوريو إليزا بفارق معتبر، في محلة الأمريكية جون كاليان في المركز الثالث. يذكر أن كاميليان مور ستخوض نهائيا آخر ضمن هذه المنافسة في اختصاص جمباز الحركات الأرضية.